طيب عطوني أيمن. أولا أيمن مبطن منه، الولد أو المتسابق يعني أرحب عنده موجود. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة. ما أسمعك يا أبوي، ما أسمعك، شغل إيه؟ لقاء. مضبوط. طيب صباح الخير أيمن. صباح النور والنوير. وشلونك أيمن؟ طيب طيبين يا طيب. كيف أيمن التذبذب ذا اللي عندك، تختفي وتطلع تختفي وتطلع، وأنت أصلا وجودك على الشاشة يا أيمن جميل جدا، والله جميل، سواليفك زينة، الشاشة تحبك، وش وضعك يا أخي؟ والله رتم يروح ويجي يا أخي. لك الآن 40 يوم إيه؟ يعني الجمهور، وأنا من ضمن الجمهور، أنتظر منك بس طول اليوم ما لقى شيء. لا ونقدم بس عاد تخبر حظي، يمكن يجي عليك سهيل، ما يجي عليك سهيل ما ندري. طيب معك أبو منصور. أسلم. صباح الخير. صباح النور أخوي. قبل لا نبدأ في نقاش، أول شيء أشكر أخوي عادل على الكلام. دقيقة لا أنت، والله أني ما أسمعك والله. لا أصبر شوي، أقول أشكر أخوي، أشكر أخوي عادل على الكلام اللي قاله قبل شوي، حقيقة يعني أصاب الهدف وعين الحقيقة، يعني فعلا لازم نحترم الشاشة يا أخوان. قبل شنو؟ ما سمعت ترى شيء. أنا أقول قبل لا أبدأ بالنقاش معك يا أخوي، أنت رجل لازم تعتذر للكوتش بعدين نكمل معك النقاش. إذا بتعتذر كذا بيوصل الموضوع كنقد وكذا، لكن إذا أنت بتكابر تقول إني ما أخطيت فهذا بعد موضوع ثاني، ممكن بعد يكون نقاش أطول. تفضل الكاميرا لك. ما يتكلم بس خلي أدي الجلسة. يا أيمن 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 تسمعني أيمن؟ تعدل ولا المايك حقك خربان ولا شو وضعك؟ تعدل أنت. أيوة بطل أيمن. بطل إيه. صوتي واضح؟ ها خلي يتكلم الحين. المايك طفى والحالة حالة. عدل المايك، عدله أيمن. ها خليه يصلح مايك، خليه يصلح مايك، صلح مايك يا أخي كذا حيلي. نروح المحور اللي بعده. المحور اللي بعده اللي هو خلونا نوقف هنا. ها أنا أشوف إحنا نوقف. طيب بنوقف، لكن محور مهم يا أخو. نوقف عند أيمن. لا لازم نوقف عند عمر. أبو مشعل يعطينا. أبو مشعل أنا أشوف الطقطقة الزايدة، هم أيضا صاروا مقدمين أيضا يتكلمون. الطقطقة فن مضحك إيه؟ بس له حدود. حلو. بينه وبين العلوم اللي ما تسرح شعرة معاوية. أنا ودي أعرف من أيمن بس كلمة قالها إيش؟ شمباني الظاهر. وش يقصد فيها؟ وش الشمباني هذا؟ لا أو الكلام الكلام غوريلا. الكلام غوريلا. لا الكلام الشمباني غوريلا. إيه. طيب خلنا بنسأل أيمن وش يعني ليش قال؟ لا ما حنسألين. يمكن ما يقصد. لا هو ما يقصد واصل. هم الآن يمرون على المقدمين وقال هذا بيصير عنده صغير يعني الحاشي كبير عنده. بس على العموم على العموم الطقطقة على المقدمين وذي استفحلت. هل في واحد زي بؤرة العدوى ونشرها مثلا؟ يعني أنا بشوف بالعكس مثلا سلطان السعد هذه سالفته اصلا دايم. طيب انا بخالفكم، انا اشوف الطقطقة على المقدمين فن ولازم يستخدمونه يعني بحدود وبمحتوى كويس. يعني تقطقون على المقدم الفلاني والمقدم الفلاني من ابسط حقوقهم، وهذا الرياليتي وهذا الواقعيه. مش على تذكر يوم قلدوا فقره النقد؟ ايه حلو. يوم ابداع قلد سالم حزام؟ حلو. ما حد اعترض. يعني تقطقوا على فقره، تقطقوا على فقره النقد، تقطقوا على المدرب، سووا حركات، هذا من ابسط حقوقكم. طيب. لان الناس يتقطقون انتم هذا الواقعيه وهذا الرياليتي اللي تبون. مو بتقول رياليتي واقعيه بعدين تعال ليش تسوي؟ خل كل متسابق تقدرون تقطقون تقطقوا بس لا تخطئ. يعني الخطا بيحسب عليكم، ترى الخطا ما هم محسوب على حد الا عليك انت. فطقطق وخذوا راحتكم واستانسوا، لكن لا توصلوا لمرحله مثل الشمبان اللي قالها ايمن. طيب ايمن موجود عندي. خلاص ايمن ولا اصلا نبيها من الله؟ لا نبيها ايمن. لا ضروري. إيه؟ نبيه ضروري. اي بيجي بس هو يمكن زانت له شوي وبيرجعون. لكن أيمن طيب يلا عطني موجود. انا ما رح ايمن. ارحب. خلنا نسمع صوت. ها صوت واضح؟ ايه. طيب ايمن انت مطالب باعتذار للكوتش. طيب السبب؟ السبب انك يعني كلمتك اللي قلتها ان يشبه الغوريلا صحيح؟ المقطع ترى ما بين بدون صوت اللي داخل طلع. لا لا انت شو قلت يوم قالوا الشباب في الجلسة؟ الكوتش كان ايش؟ الشمباني، شمباني. ايه. ابشر الكوتش باعتذار. لازم قدامكم يعني. ما اسمعك. اقول لازم اعتذر الحين يعني قدامكم، ما اعتذر بيني وبينه.
تعتذر بينك وبينه؟ ايه تكلم عليه على الهواء وتعتذر بينك وبينه؟ قدام الهواء اعتذر بفقرته ما لكم شغل انت. خلوكم ما حاك. بتروح لفقرته انت؟ ايه. انت ناسي الحين، احنا لو ما قلنا لك الحين انت ما تميت. الحين اهتميت وراح اعتذر، ايش تبي؟ يلا قم روح توكل على الله. يلا. شغلوه عليك على اللي طلعك ويبيك تعتذر ويبيك تتكلم. بيملى بيملى. لكن انتم ما تبون، يلا توكل على الله. يلا يلا. انا توكل على الله. ضعف المحتوى.